وظيفة جديدة ومهام توكل للمحكمة الدستورية من خلال الرقابة والنظر في مشروعية القوانين والمراسم وكذا التشريعات التي تصدر عن السلطات الثلاثة ومدى انسجامها مع الدستور. كان ذهبنا إلى إنشاء محكمة دستورية، فإن المجلس الدستوري سيصبح بدون موضوع مهمة، ولا سيما وأن هناك كذلك السلطة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات. مصير المجلس الدستوري بعد إنشاء المحكمة الدستورية يبقى رهينة الصلاحيات التي تمنح للمحكمة، خصوصا بعد إعفاء المجلس من مهمة الإشراف على الانتخابات. ما نأمله أن صلاحيات المحكمة الدستورية لا تقتصر على النظر في النزاعات بين السلطات، بل تتعداه إلى النظر كذلك في طلبات وفي دعاوى المواطنين، لأن الرقابة على دستورية القوانين هناك طريقة الدفع وطريقة الدعوة. مبدأ الفصل بين السلطات أحد الالتزامات 54 التي أتى بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية، فهل تجسد في أرض الواقع؟